الكومنت ده والسؤال ده متقال لي كتير، ما تنكشيش ما تعصبيش ما تنرفزيش، سبحان الله كنت جايبه 143.5%. ما تدخلناش في مشاكل بس والنبي، انا طول عمري شعري طويل. طب ما اكيد. يعني هل انت زي اخوك او اختك او وات ايفر؟ احنا 3 اخوات بنات. الإقبال على الستوريز دي تاريخي يا فندم، فأنا غالبا هعمل كده، محتاجة بس إن أنا أفوق كده وأركز وأرجع يعني أشوف نزلت إمتى وكده. وحاضر هعمل كده، حاضر. ما تدخلناش في مشاكل بس والنبي، أنا طول عمري شعري طويل من وأنا عندي يعني من وأنا عندي 3 سنين يعني، فأنا كنت حاسة إن أنا محتاجة أغير شوية، وطول عمري عايزة أخد الريسك ده. وبرضه مامتي كانت على طول اللي هو لأ ومش هيطول ومش هيبقى زي الأول وكده. وبعدين كان عندي إيفنت وعملت قصة بطريقة معينة، فكان كأني قصيته أقصر حتى من كده، فحسيت إنه إيه ده، it looks nice. وقررت إن أنا كده كنت في يعني كنت في دبي، وكنت عايزة أعمل حاجة، كنت عايزة أعمل تغيير في حياتي، في حاجات كتير. فقررت ان انا هبتدي بالشعر. انتوا عارفين البنات طبعا اول حاجه بيعملوها في حياتهم ان هم بيقصوا شعرهم. في ابلكيشنز دلوقتي ممكن تجربي وشك على الشعر القصير، تشوفي لو ينفع هيبقى حلو مش هيبقى حلو. ولو انت لسه صغيره I think you should go ahead، لان لو مش هتعملي دلوقتي هتعمليه بعدين، هتعملي امتى؟ ف حاسه كده احساسي يعني. انا ما كنتش ثانويه عامه، انا كنت اي جي انا مش دحيحه بس انا شاطره وذكيه، وكنت بذاكر يعني بعرف امتحن. فأنا كنت جايبة 143.5%. مش دحاحة والله، بس أنا كنت واخدة 8 A levels، 3 A levels و2 AS. للي بيفهم في الاي جي هيبقى عارف أنا بتكلم في إيه. ف AUC ساعتها كانت بتاخد التوب 8، فكان نتيجتي 143.5. ولو كنت حسبت كل حاجة كان هيبقى 112.5 حاجة كده يعني. برضو الكومنت ده والسؤال ده متقال لي كتير، ما تنكشيش ما تعصبيش ما تنرفزيش، سبحان الله. احنا في نفس المكان اللي نزلت فيه الستوري القديمه بتاعت النكش دي. فانا ما كانش عندي الصراحه اي نيه، بس الحقيقه ان انتوا اديتوني افكار، ف هنشوف بكره ايه اللي هيحصل. وهو كلمه السر لفريق الانتاج الحربي في اخر 3 لقاءات، الكل يعلم تحكيم مش مدي 6 دقايق يعني عشان يعوض نهرج كرة القدم. مش حاسس ان الماتش مستاهل الصراحة كل ده، بنشوف فيها العجب. مفيهوش 6 دقايق. طب اسكتي اسكتي. شابو ليه؟ اسكت ليه؟ انت بتتفرجي اصلا؟ لا كنت بس. طب خلاص ما تحرقيش دمنا بقى، اسكتي. اللي انت بتقوليه ده انت اصلا ما بتشوفيش اللي بيحصل في الماتش يا ابني. هو الاهلي بيكسب التحكيم معروف. الناس كلها الى خارج الملعب. في ايه يا محمد؟ مالك؟ في ايه محمد؟ ايه انت اهلي مين؟ اهلي جده ولا اهلي مين اللي بيكسب بالتحكيم؟ اهلي بتاعنا اللي في مصر بيكسب بالتحكيم؟ ايوه. انت مجنونه؟ من اجل الهروب من القاع، ولكن داخل البساط بتدوب كل الاسماء. انا ما لبستش صوت خالص، فكتب الكتاب كنت لابسه فستان من شهير اللاشين. في الفرح كنت لابسه البري ويدنج الجولد ده مرمر حليم. السيريموني كان جاتون من اسبوسا، والسكند بارت اوف ذا ويدنج كان برضو من مرمر حليم، وكلهم كانوا دريسز. انا ما لبستش جام سوت. لا الحمد لله. انا كنت محظوظه كمان انه وانا صغيره يعني كنت بروح كتير جدا، لان بابايا كان جات له فتره كان بيشتغل في السعوديه كمان. فانا بس ما عملتش حج، ما حجتش، بس عملت عمرات كتير قوي. واخر مره عملتها كانت من 2 سنين الحمد لله. ولا وليا مواقف يعني في الحرم يعني زمان، من قبل بقى التوسعات والكلام ده، فالحمد لله. بحب عبد الرحمن السديس قوي لانه بيفكرني بالحرم جدا. ومرحله في حياتي يعني كنت very spiritual وقريبه من ربنا، يعني طريقته بتريحني جدا. ومشاري راشد، these are my favorites. من مصر بحب برضو محمد جبريل جدا. طب ما اكيد. يعني هل انت زي اخوك او اختك او whatever؟
احنا ثلاث اخوات بنات, احنا البيت كله برج القوس سربرايزنج, حتى مامايا ومامتي وبابايا يعني, وكلنا شخصياتنا مختلفه جدا. بس فانا وداليا very different, very similar في حاجات بس very different في حاجات تانية. بص انا كنت بطلت كيتو من يعني قبل رمضان كده, كنت بتدلع شويه اللي هو يعني مش مهرق مش strict, بس من اول رمضان وانا بقى اللي هو فتحت على الرابع يعني, وقعدت بعديها شهر, وبعدين لسه راجعه من قريب من اسبوعين. بس انا عامه انا مشكلتي على طول في الرياضه او في الدايت الطلعة الأولانية, فأنا وانس إن أنا طلعت الطلعة لأ ببقى very disciplined الصراحة, لأن بحس إن أنا لما بتحس إن الوزن تاني ينزل وبتحس بmore confidence وبتاع في اللبس وكده, بيبقى ده motivation أعلى بالنسبة لي من طبق المكرونة مثلا أو حاجة. فده اللي يعني بيخليني committed يعني. البسي حاجة كلاسيك that would never go out of style, فمثلا ممكن تلبسي a little black dress, a red dress, a silk مثلا top ولا حاجة, ما black mini skirt كده. ده رأيي يعني, عشان بعد كده لما تيجي تبصي على الصور بعد 10-15 سنة يعني تحس ان انت يعني ايه, ما تحسش اللي هو احساس اللي هو ايه اللي انا كنت لابسه ده. لا هي ملهاش اي علاقه بالموضوع, بالعكس اكيد لازم يبقى عندك اساسيات البيزنس بقى, من سواء من وركشوبس او من كتب او وات ايفر, بس احسن اوبفيسلي وركشوبس او تبقى دارس يعني كام كورس وكده. بس لا ملهاش اي علاقه, بالعكس انا عندي وجهه نظر ان اكشلي اشطر ناس في البيزنسز عامه بيقولوا دارسين مثلا هندسه, لان في حاجه في الهندسه وده رايي بتغير تركيبه التفكير او الدماغ, فبتخليك تبص على الحاجات من انجلز مختلفه جدا عن الافريج بيبل. وعشان كده تلاقي انجح الناس مثلا في الانفستمنت بانكينج which is my field worldwide, يعني حتى في وول ستريت وكده بيبقوا دارسين هندسه توب مانجيريال ليفلز يعني, ف ملهاش اي علاقه خالص. لا هي دي اللي مسقعه يعني, بموت مسقعه, لسه عاملاها امبارح اكشلي بالصدفه الشديده, و it was very keto friendly. انا كمان بس بحس على طول انا طول ماشيه بنوت بوك, فانا بحس ان وانا مستريسد بحب ان اقعد مع نفسي وان انا افصص الحاجات, اكتب كده تو دو ليست واصغرها مايكرو ليفلز مايكرو ليفلز مايكرو ليفلز اند وان ستيب ات ا تايم. بحس لما الحاجه بتفرش قدامي كده ما ببقاش اوفرويلمد, وبحس ان انا اوكي وان تاسك ات ا تايم الدنيا بتتحل. ويعني حاولي تاخدي وقت مع نفسك, ما تسحميش الدنيا, وما ما اللي هو ايه ما تستهبليش اللي هو يعني ايه مش هخرج النهارده وهعمل مش عارفه ايه, يعني اللي هو take some time بس في نفس الوقت do the work, اقعدي مع نفسك وظبطي الدنيا من جوه دماغك الاول. فحاجه اتجننت وايه بقى, وحاجه يعني ملكانه حكمانه في تصوير في تصوير يعني هتقعد بس بقى بعد كده.